إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما شرعنا فيه من قراءة وشرح كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وما زلنا في كتاب بدء الوحي. وأذكر أن كتاب الجامع الصحيح جعله المصنف رحمه الله تعالى وحدة موضوعية واحدة، وهذا ظاهر في ترتيب كتابه، ويستفاد من ذلك في ربط الأبواب بعضها ببعض والكتب بعضها ببعض، فنستخلص من هذا التناسق فقه عظيم في معرفة مقاصد الشريعة، معرفة أحكامها وتراتبية كثير من الأحكام إلى غير ذلك. وهذا ملاحظ، بدأنا الآن أو بدأنا في الأسبوع الماضي بكتاب أو ببدء الوحي، بباب بدء الوحي، تضمن أول ما تضمن الحث على إخلاص النية لله عز وجل، واستحضار القصد والإرادة في أو بين يدي الأعمال، ثم شرع بذكر كيفية نزول الوحي، أنواع الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك طريقة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ووصلنا إلى الحديث الخامس، وفيه بيان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي في بداية الأمر. وصلنا إلى الحديث الخامس. نبدأ متوكلين على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإسنادكم إليه قال رحمه الله ونفعنا به بكم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعلل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، حرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن، قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأ وتقرأه قولا واحدا وتقرأه بالنصب بلا خلاف في أن محذوفة. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري بسند يبين رحلة الحديث وكيف انتقل بعد إذ كان مكيا، فمخرج أحاديث ابن عباس مكية،
لأن ابن عباس كان إمام أهل مكة. انتقل هذا الحديث إلى الكوفة، فسعيد بن جبير كوفي رحل إلى ابن عباس، وكان من أجل أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. يرويه عن سعيد بن جبير موسى بن أبي عائشة، وهو كوفي. يرويه عن موسى بن أبي عائشة أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، هذا أبو عوانة ثقة حافظ حفظ كتاب، وحفظه لكتابه يعني بعض أهل العلم يقول حفظه لكتابه كحفظ شعبة لصدره، لكنه في غير كتابه قد يهم. ولذلك يعتني الحفاظ المتقنون بسماع حديثه من كتابه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو واسطي بصري. يروي عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي الثقة الثبت، وهو بصري كذلك. فالحديث بصري عن واسطي عن كوفي عن كوفي عن مكي. رحلة الحديث تبين لك، هذه الجغرافيا تبين لك كيف كانت رحلة الحديث. هذا الحديث إما أن يكون من مراسيل عبد الله بن عباس، أو يكون مما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فإن ابن عباس لم يدرك هذه الحادثة، لم يدرك هذه الحادثة، فالحادثة في أول الرسالة، في أول البعثة، وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. ولذلك حديث ابن عباس جلها هي من مراسيل الصحابة، أن يسمعها من أشياخه من الصحابة كعمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء شيوخه ممن تفقه عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل شيوخه عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وكذلك غيرهم، ومراسيل الصحابة كموصولاتهم بلا فرق. يعني ابن عباس إن صرح بالواسطة أو لم يصرح فالأمر سيان لثقتهم المطلقة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم، كما روي عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ووالله ما كان فينا من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مراسيل الصحابة حجة بالاتفاق، إلا من شذ من بعض أهل العلم ممن لا يعتد بخلافه في هذه المسألة. يبين لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي في أول الأمر، في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، المعالجة المحاولة، محاولة الشيء بمشقة، ومنه سمي العلاج علاجا، حتى علاج المريض أن يحاول تطبيب المريض بشيء من الكلفة يعالجه. فالمعالجة هي محاولة الشيء طلبه بشدة، يعالج شدة مفعول به. قال وكان مما يحرك شفتيه، الآية نصت على اللسان لا تحرك به لسانك، وفي الحديث قال وكان مما يحرك شفتيه. مما في غالب استعمالها تأتي بمعنى كثيرا ما، يعني كثيرا ما يفعل هذا، وربما استعملت مما
بمعنى وربما، مما كثيرا ما وربما. فالظاهر هنا أن المراد كثيرا ما كان يفعل هذا، يكثر من فعل هذا في بداية الأمر. قال وكان مما يحرك شفتيه، والآية تقول لا تحرك به لسانك، فظاهره الاختلاف. ولا اختلاف، لأن حروف العربية التي كان القرآن ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن حروفا شفوية وحروفا لسانية، فلا يمكن أن ينطق المرء بالعربية بتحريك الشفة في كل حروفها، ولا بتحريك اللسان بكل حروفها. فكأن هذا بدلالة الاقتضاء، أن تحريك اللسان يقتضي تحريك الشفة، وتحريك الشفة يقتضي تحريك اللسان، فأحدهما يفسر الآخر ويكمله. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وفي هذا حرص الصحابة على نقل كل حركات وسكنات وتصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتقار الأمة لكل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدى به، حتى تحريك اللحية. قيل فكيف كنتم تعلمون قراءته في الظهر؟ قال من حركة لحيته، من اضطراب لحيته. قال فأنا أحركهما، يحرك شفتيه كما حركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار البخاري هذه اللفظة بهذا السند، وليس فيها فأنا أحركهما لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وردت في بعض الطرق، لأن هذه يعني ليس فيها دلالة على أنه رآه رأي عين عند الواقعة، لأنه لم يدركها، بخلاف سعيد بن جبير الذي رأى ابن عباس وهو يفعلها، فقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركها. فحركها سعيد بن جبير نقلا لها من ابن عباس، وحركها ابن عباس كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا كما رآه في أول الأمر، أو كما أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركوا الواقعة، أدركوا هذه الحالة. وهذه الحركة التي ترافق الرواية هي التي تعرف بالتسلسل، فهذا الحديث مسلسل بتحريك الشفتين. والحديث المسلسل هو أن يتضمن الحديث وصفا يرويه الراوي مع الحديث. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيته، فالراوي يقبض بلحيته، ثم الراوي عنه يقبض بلحيته، حتى يتسلسل. فالتسلسل هو اقتران وصف بالرواية، يتناقل هذا الوصف مع نقلهم للرواية، هذا يسمى حديث مسلسل، كما ذكرنا في أول مجلس الحديث المسلسل بالأولية، حديث الرحمة. لكن ينبغي التنبه ها هنا أن المسلسلات أنواع، جل المسلسلات التي تتداول جلها إما منقطعة في أولها أو في أثنائها، في أولها أو في أثنائها، أو تكون ضعيفة رواية وتسلسلا، أو تكون صحيحة رواية لكن التسلسل فيها ضعيف لا يصح. الرواية تكون صحيحة ثابتة لكن التسلسل لا يصح، وإنما أقحم من طريق ضعيف. في هذا الحديث مما يخالف العادة في التسلسل أن هذا الحديث تسلسل في الابتداء ثم انقطع، الآن لا نرويه مسلسلا ولا يرويه أصحاب المصنفات في التسلسل، لا يرونه متصلا بالتسلسل، انقطع تسلسله من الابتداء. ابن عباس حرك شفتيه
نقل هذا وسعيد بن جبير ثم انقطع، لكن يذكره أهل العلم من باب البيان، يقولون كيف كان ابن عباس هكذا يحرك شفتيه. وسبب تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لشفتيه أو للسانه مما اقتضى أن يبين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يستعجل في تحريك اللسان، شدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في استحفاظ الوحي، مخافة أن يضيع منه ويتفلت، فكان يستعجل حفظ الوحي استحفاظا له تطلبا لحفظه، مخافة أن يتفلت منه، وكذلك محبة في هذا النور العظيم وشوقا إلى حفظه، فخشي أن يتفلت منه وأن يضيع عنه، فكان يبادر جبريل وينازعه في الآية قبل تمامها، قبل أن يتم جبريل الآية يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تردادها، ينازعه ويبادره بذكر الآية قبل أن تنتهي. فهذا هو معنى تحريك اللسان أو الشفتين أو المسارعة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الوحي. قال: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. وبدلالة الاقتضاء كذلك اللسان كما في الآية. قال: فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا الجمع والقراءة. قال ابن عباس: إن علينا جمعه. ما هو الجمع؟ هو جمعه تعالى له في صدرك، جمعه لك في صدرك، أو جمعه له في صدرك، كلاهما في نسخ الصحيح، جمعه له وجمعه لك. جمعه له يعني جمع الله تعالى للقرآن في صدرك، جمعه له أي جمع الله تعالى للقرآن في صدرك، أو جمعه لك أي جمع الله القرآن لك، جمع القرآن لك، أو جمعه لك أيضا في بعض النسخ الصحيح. قال: وتقرأه. العرب يعطفون الاسم على الاسم، الفعل على الفعل، لا يعطف الفعل على الاسم، فقال: جمعه لك أو جمعه له في صدرك وتقرأه لا يصح، ولذلك الصواب وتقرأه كما هو ثابت في جميع نسخ الصحيح، وتقرأه أي وأن تقرأه، فيكون العطف عطف اسم على اسم. ليش؟ لأن وأن تقرأه مصدر، جمعه وقراءته، جمعه وقراءته، جمعه وأن تقرأه، فتحذف أن وتضمر في الواو، وهذا معروف عند العرب، هذا الأمر معروف عند العرب. ومن أشهر ما يستدل على ذلك قول زوجي معاوية رضي الله عنه وأم يزيد، قالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس عباءة اسم، وتقر عيني هذا مصدر، يعني وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هي أعرابية من 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 البدو، ولما أتت إلى معاوية رضي الله عنه ورأت ما فيه من الدعاء والراحة والملك، مع كل ذلك اشتاقت إلى ديار أهلها، فمعاوية رضي الله عنه يقولها: أنت الآن في نعيم وفي خير. قالت: والله للبس العباءة التي كنت ألبسها في البادية وتقر عيني بأهلي وناسي وديارى أحب إلي من أن ألبس الشفوف
الثياب الناعمة الرقيقة اللينة، فهذا مما يستشهد به كذلك. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس ثم إن علينا أن تقرأه. بيانه في تفسير ابن عباس، بيانه هو تيسير الله عز وجل لأن يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير ابن عباس لمعنى البيان. ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، نيسره لك. وكثير من أهل التفسير يقولون ثم إن علينا بيانه، أي تيسير معانيه وبيان ما يشكل منها وتسهيل فهمها. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن بلغ ووعد بأنه يحفظ ما يتلى عليه وسيجتمع في قلبه ما يوحى إليه من هذا الوحي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، لا يبادر جبريل، لا ينازعه، استمع. قال فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي جبريل كما كان قرأه، كما كان يقرأه، أي جبريل. ومناسبة هذا الحديث لما قبله واضحة، أن الحديث في بدء الوحي وطريقة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي في أول الأمر، ولأن الأمر متعلق ببداية الوحي وكيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، ناسب أن يذكر زمن الوحي والحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي، فذكر الحديث الذي بعده. فكما قلنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى حريص على الوحدة الموضوعية لكتابه من أوله إلى آخره، فناسب أن يذكر الحديث الذي يليه وهو زمن بدء الوحي وبيان الحال التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوحي. نعم. وبإسنادكم إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا. نعم، هنا جمهور أهل الحديث يلفظون الحاء، يقولون حاء، هذا رمز التحويل عند المشارقة، عند المشارقة من أهل الحديث يقولون هذه حاء بلا همز، لا يقال حاء، يقال حاء، هي إشارة إلى تحويل الإسناد، أن يكون للمدار أكثر من إسناد، سواء كان المدار رئيسياً أم فرعيا، تذكر هذه الحاء للعودة إلى مخرج الإسناد حتى يصل إلى المدار، هذه تسمى حاء التحويل عند المشارقة من المحدثين. نعم، ليش أقول عند المشارقة؟ لأن كثير من مغاربة الحديث يقولون هذه حاء الحديث، كأنه يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري الحديث وحدثنا بشر بن محمد. لكن على يعني طريقة الإمام البخاري وغيره من المشارقة أن هذه الحاء هي رمز التحويل، سيحول الإسناد ويرجع إلى طرفه الأول ثم يلتقي عند المدار. قال حا، قال حا وحدثنا بشر بن محمد قال من فاعل حدثنا؟ هو البخاري. حا يعني وصل إلى الزهري ثم قال حا وحدثنا بشر،
إذن بشر هو شيخ البخاري كعبدان. نعم. كعبدان. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله نحوه يعني نحو الحديث الذي سيأتي وليس الحديث الذي سبق. نحوه نحو الحديث الذي سيأتي. نعم. قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان أجود وكان أجود ما يكون إيه كان أجود ما يكون على الأصح الأشهر ويجوز فيه وكان أجود لكن الأصح الأشهر وكان أجود وسيأتي بيان ذلك وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري لبيان زمن الوحي وابتداءه وكذلك لبيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع القرآن في عيشه مع كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا كما ترى لا علاقة له بالوحي ولا علاقة له بالباب. فابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فهذه صفة ثابتة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مناسبة ابتداء ابن عباس فيها؟ قالوا ابتدأ ابن عباس وهو الذي يريد أن يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حينما ينزل عليه الوحي كيف كان يجود بالخير، فلكي لا يظن أن جوده طارئ عليه في رمضان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس على طول أمره وجميع أحواله وفي سائر أوقاته هو أجود الناس، ولكنه في رمضان يزداد جوده. فقال أهل العلم إنما ذكر ابن عباس ابتداء هذا الحديث بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس احترازا لئلا يفهم من بعده أن هذا الجود طارئ، فجعله وصفا ثابتا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا يعني أمر ثابت في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره، كان حديث ابن عباس كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس. وتأمل طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد، وأنا يعني أتعمد ذكر مناسبات سياقات البخاري للأسانيد مع متونها لما فيه من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام، ونرجو أن لا نتكلف في استنطاق البخاري لما ربما لم يقصده، لكن هذا ظاهر في صنيعه في مواضع كثيرة جدا، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حريص كما يظهر حريص جدا على الربط بين معطيات السند ومعطيات المتن، هذا ظاهر نقوله بلا تكلف. قد يعني هذا الأمر يكون من لطيف التوافقات من لطيف الموافقة وهو من توفيق الله عز وجل، لكن في كثير من المواضع يظهر لنا أن البخاري فعل ذلك قصدا، أنه يربط بين معطيات السند والمتن. تأمل هذا الحديث، هذا الحديث ذكر في صفة جود النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أجود الناس، ولنا في رسول الله أسوة حسنة،
وإنما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشمائل وبهذه الأخلاق وبهذه السيرة وبهذا السلوك ليؤتسى به ويقتدى. فكان أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله هم أصحاب الحديث. ولذلك تأمل كيف أخرج البخاري هذا الحديث، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. عبد الله في هذه الطبقة إذا أطلقت انصرفت إلى عبد الله بن المبارك في هذه الطبقة، في طبقة تلاميذ سفيان، في طبقة شيوخ البخاري، إذا قالوا قال عبد الله فهو علم على ابن المبارك. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله، ثم عاد قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك. وهذا الحديث له طرق عن الزهري، له أسانيد عن الزهري، فالاختيار واسع وممكن أن يختار من الأسانيد فيه سعة، لكن اختيار البخاري لهذا الإسناد لهذا الحديث بالذات له مقصد، وهو الربط بين معطيات السند ورجاله وبين مضمون المتن، المتن في الجود. فأخرجه البخاري عن عبد الله بن المبارك لما عرف عن هذين الإمامين الجليلين المحدثين من الجود، حتى نص على ذلك في تراجيم في مواضع كثيرة. حدثنا عبدان الذي تصدق بألف درهم، هذا عبدان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي، قال أخبرنا عبد الله. وعبد الله ابن المبارك إذا ذكر معه الجود والسخاء. عبد الله المبارك اجتمعت فيه خصال الخير كلها، اجتمعت فيه خصال الخير كلها، أو اجتمعت فيه خصال الخير كله، حتى قيل اجتمعت فيه خصال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحبة. عجيب، كان من أجود الناس، واجتمعت فيه من خصال الشجاعة والجود والعلم بالتفسير والفقه والحديث والغزو وصلة الرحم والأدب والشعر واللغة ما لم تجتمع في غيره من خصال الخير، حتى أن شيوخه الذين تربى عندهم وأخذ العلم منهم كانوا يغبطونه على جوده، على كرمه، على شجاعته، على غزوه، على أدبه. ومن جوده رحمه الله أنه كان يخرج قومه أو من رغب من قومه إلى الحج، فكانوا يتنافسون في الخروج مع عبد الله بن مبارك، يقول من أراد الخروج إلى الحج هذه السنة فيجتمع عليه القوم، يبادرون إلى الخروج معه، فيقول إن الحج فيه من المشقة والجهد والإنفاق، فليأتني كل منكم بصرته، فيأتون بعشرة دراهم، 50 درهم، ويكتب على كل واحد اسمه على كل صرة، فيضعها في صندوق ويغلقه، ثم يذهب بهم إلى بغداد. وبغداد في ذلك الوقت هي جنة الأرض، فيأذن لهم بشراء ما يحبون، ويلبس كل واحد من قافلته معه بأحسن الثياب وأطيبها، ويجمله ويزينه، ثم يمضون إلى المدينة، فيذهب ليقول لكل واحد من أصحابه ما أمرك أهلك بأن يشتروا من طرائف المدينة، من طرائف ما يوجد في المدينة، فيقول كذا وكذا وكذا، فيأتيه بها، ثم يذهبون إلى مكة، حتى إذا أنهوا المناسك يقول لكل فرد منهم
ما أمرك أهلك أن تأتي لهم بمتاع أهل مكة أو بضاعتهم؟ فيقول كذا وكذا وكذا، فيشتريها لهم، ثم يقفلون راجعين إلى مرو، فيرسل رسولا إلى مرو يسبقهم، فيجسس بيوتهم وجدورهم وأبواب منازلهم، حتى إذا بلغوا مرو قال: قبل أن تذهبوا إلى بيوتكم فإنكم قد أمنتم عندي أمانات. فيفتح الصندوق ويخرج هذه الصورة ويعطي كل واحد صورته مكتوبة عليه اسمه. كرم عجيب، حتى أن سفيان الثوري وهو شيخه أمير المؤمنين في الحديث يقول: جهدت أن أتشبه بعبد الله المبارك ولو سنة من عمري، فلم أستطع 3 أيام. فهذا الحديث بهذا المعنى لا يتحمل روايته ويطبقه إلا من كان بمثل جود عبد الله المبارك. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكذلك ينبغي أن يكون حالكم. وإنما يعرف العلم ليعمل به، وإنما تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتسى بها، ليقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فهذه حال عبدان وهذه حال عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا يونس عن الزهري، ويونس من الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي في الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري، والزهري هو الزهري سيد التابعين. حاء التحويل. قال البخاري: وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله. الحديث حديث عبدان عن ابن المبارك، وعبدان من خلص أصحاب عبد الله بن المبارك، من أصحاب عبد الله المبارك الخلص، من أحفظ الناس لحديث عبد الله المبارك. فما الحاجة إلى ذكر بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله؟ وكتاب البخاري كتاب مختصر، قال الجامع المسند الصحيح المختصر، وإنما عطف الإسناد على الإسناد لبيان فائدة أو أكثر. فمن ذلك أن حديث عبد الله المبارك من طريق عبدان من رواية يونس عن الزهري، حديث بشر بن محمد عن عبد الله المبارك قال أخبرنا يونس ومعمر. إذن فيه فائدة مشاركة معمر ليونس في الحديث عن الزهري، وإن كان بمعناه أو بنحوه كما قال نحوه. بشر بن محمد ليس كمثل عبدان في الحفظ والإتقان، هو صدوق ورمي بالإرجاء، صدوق، لكنه في عبد الله المبارك من أحفظ الناس. ولذلك وهذه فائدة مهمة جدا، طريقة الإمام البخاري في الإخراج للرواة في رواية الأحاديث عن الرواة يراعي فيها الاختصاص، وهذه يعني مسألة ينبغي أن يستحضرها طالب العلم وبخاصة في علم الحديث للإجابة عن بعض الاستشكالات. أنتم تقولون البخاري أرفع كتاب في الصحة، فلماذا نراه يروي أحيانا عن راوي صدوق؟ بل كيف يروي عن بعض من ضعف؟ كيف يروي عن بعض من ضعف أيضا كما سيأتي؟ كيف؟ فالجواب الإجمالي، وسيأتي التفصيل عند اللزوم والحاجة، الجواب الإجمالي أن المحدث الناقد الحافظ لا يراعي فقط رتبة الراوي من حيث هو، وإنما يراعي خصوصية الراوي من حيث علاقته بشيخه، خصوصية الراوي من حيث علاقته بشيخه، من حيث علاقته بالباب الذي يرويه. فربما يكون الراوي صدوقا، بل ربما يكون الراوي سيء الحفظ إلا في شيخ معين فيكون متقنا لحديثه،
فلا يخرج له البخاري إلا من طريق هذا الشيخ الذي يكون ثقة فيه، فكأنه أخرج الحديث ثقة عن ثقة. واضح هذا؟ كذلك من الرواة من يكون عارفا حافظا متقنا لباب دون باب، وربما يكون ثقة في باب ضعيفا مستضعفا في باب آخر، فيأتي من يروم انتخاب حديثه وانتقاء حديثه فيخرج له أحاديث ذلك الباب التي يتقنها. وهذا كثير عند البخاري، وسيأتي أمثلة على ذلك، أن من الرواة من يكون متقنا في أحاديث الزهد والرقائق فلا يخرج له البخاري احتجاجا إلا في الزهد والرقائق، فكأنه يقول هو ثقة في هذا الباب. ومنه حديث بشر بن محمد المروزي، هذا يكون ثقة في عبد الله المبارك ومستضعفا أو أقل درجة في غير عبد الله المبارك، فلم يخرج له البخاري قط، لم يخرج له إلا عن عبد الله المبارك، أخرج له 22 حديث في الصحيح كلها عن عبد الله المبارك، 22 حديث كلها عن عبد الله المبارك. ليش؟ لأنه كان ثقة فيه. نعم، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، يعني ابن عتبة ابن مسعود الذي سيأتي في الحديث الذي يليه، وهو من أجل شيوخ الزهري بعد الصحابة، يعني الزهري أدرك صغار الصحابة كأنس وغيره، لكن من أجل شيوخه من التابعين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فهو خريج عبيد الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود أحواله أجود أكوانه حينما يكون في رمضان. فأجود هنا اسم كان أو مبتدأ، وتكون الجملة كلها متعلقة بكان، وكان أجود ما يكون كائنا في رمضان، أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فذكر أهل العلم لذلك فوائد، قالوا من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فضل رمضان على غيره من الشهور، وفيه أيضا الإشارة إلى ما ينبغي من حال المؤمن في رمضان. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أجود أحواله أو يكون أجود أحواله في رمضان، فحري بالمؤمن أن يأتسي به في هذا. ولذلك قالوا هذا الحديث فيه الحث على استغلال مواسم الخير، وأن المؤمن في مواسم الخير أقرب إلى الله، أسرع إلى الله، أكثر عملا وقربة إلى الله من غيرها، فهذه مواسم خير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى مواسم الخير بمزيد عمل وكثير طاعات ومسارعة إلى الخير، ومنه الجود. ولذلك قالوا مواسم الخير لا تقتصر على طاعة دون طاعة، في رمضان مواسم الخير واسعة كثيرة متعددة، لا تقتصر على العبادات البدنية، لا تقتصر على الصوم، على قراءة القرآن، على ذكر الله عز وجل، حتى البذل بالمال والنصيحة والجاه وغير ذلك فيما يستطاع. قال وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فيه فائدة أن
من أجل القربات في رمضان مدارسة القرآن، وهي أفضل من جميع الذكر في رمضان. فإن قيل هذا لا يقتضي أن يكون أفضل، لأنه ربما كان يذكر الله كثيرا مع قراءة القرآن، نقول نعم، لكن الغالب عليه في رمضان مدارسة القرآن، وهذه هي السنة في رمضان، أن يشتغل المؤمن بالقرآن فيكون غالب وقته مدارسة القرآن. وفيه من الفائدة أيضا أن في مواسم الخير يحرص على مجالسة الصلحاء، يحرص على مجالسة الصلحاء خلافا لما اعتاد عليه الناس في أزماننا هذه، أن رمضان يكون موسم للعبث واللهو واللغو والاشتغال مع الأصدقاء والأقارب والعائلة بما لا ينفع في دنيا ولا في آخرة، حتى إن رمضان صار عند كثير من الناس فرصة للعب واستذكار الشواغل، مع أن هذا الحديث فيه إشارة ظاهرة إلى أن مواسم الخير يحرص فيها على صحبة الصلحاء الذين يذكرون بالله عز وجل. فكان رسول صلى الله عليه وسلم ينتقي وينتخب خير الصلحاء في رمضان، وهو جبريل، فيكون صاحبه في رمضان. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قالوا: ما المناسبة أن يكون في رمضان أجود بالخير؟ قالوا: لأن رمضان كريم، كريم بكثرة ما فيه من الخير، نزل فيه قرآن كريم بواسطة رسول كريم من لدن كريم على كريم في أرض كريمة، فكيف لا يؤثر ذلك على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم فيزداد كرما على كرمه؟ فمن المناسب أن يزداد جود رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لما فيه من هذه المناسبات المجتمعة في حال واحد، في زمن واحد، في مكان واحد. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاء للتعليل، الفاء للتعليل، يعني وإنما كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لهذه الأسباب التي مرت، وهي نزول القرآن ومدارسته، ومناسبة هذا الحديث ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أن نزول القرآن نزولان، نزول جملي وكان في رمضان، ثم نزول متفرق وكان ابتداؤه في رمضان. فناسب ذكر هذا الحديث في هذا الباب في بدء الوحي للدلالة على أن نزول القرآن كان في رمضان، ولذلك كان جبريل يدارس القرآن كل حول، كل سنة، لأن ابتداؤه كان في رمضان. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللام هنا للابتداء، وقيل بل للقسم، ويجوز الأمران، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير ابتداء أو قسما، فكأنه قال: والله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة. ليش؟ قالوا: لأن الريح المرسلة هي التي تأتي بالخير، وإنما وصفت أو قيدت بالمرسلة ليحترز عن العاصفة. فلو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح، قالوا: أي ريح؟ حتى العاصفة؟ قال: المرسلة. وهذا من الأدب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق، فحتى يحترز من بعض الصفات الريح المذمومة كالعاصفة الشديدة، قال: المرسلة، المطلقة، السهلة، الرقيقة، السريعة. فالريح المرسلة ريح
سهلة لينة سريعة تحمل الخير. فلذلك كان من اللائق أن يشبه الجود بهذه الريح، والله أعلم.